واي هنا الحلقات 2022، هذا الرقم. إذا ما أعرف إذا دا يبين لو لا، 2022. يعني مثلا راح نلزم الفرخ. طريقة تلبيس الحلقات، نجيب هاي الأصابع الثلاث الأمامية نخليها هيجي كلها سوا، وهذا اللي ورا نخليه ويا الساق مع الرجل، ونجيب الحلقة ندخلها بالأصابع الثلاثة الأمامية. مثلا ندخل هذا الأصبع الكبير، وبعدين هيجي ندخل الثالث ونلبس الحلقة، نجر على كيفنا هيجي على مود لا نكسر الرجل لأن بعده صغير كلش. تمام شباب، وهيجي نجر الرجل ويا الله الرجل دخلت. طبعا الفرق ده يتأذى وهسه صار ويا حلقة. طبعا هاي بعد ما راح تطلع الا تقص رجله. تمام شباب، مثل ما دا تشوفون دا تلاحظون صار ويا حلقة. وخلي نسوي الثاني نفس العملية، نكمش الأصابع الثلاثة الأمامية وندخل الرجل كذلك. زين، أتمنى الفيديو يكون واضح، ونحاول نجر الرجل. على كيف نعلم لا نكسر شيء، وهذا الثاني صار بيه حلقة مثل ما تشوفون. تمام، وعدنا هذا الثالث همينة هم راح نلبس الحلقة. طبعا كل حلقة عدا رقم خاص بيها. زين، كل حلقة عدا رقم خاص، وهذا رقم 22، يعني 2022. زين، هاي الأميات قامت تهجم مثل ما دا تسمعون الصوت. زين، لأن أخذنا الفرخات من جواهم. زين، وهي راح نلبس الحلقة الأخرى. تمام شبابنا، هاي الحلقة الأخرى، وهاي لبسنا الحلقة الثالثة، وهسه نلبس الرابعة. تمام، نلبس الرابعة. فهو هيك يعني لازم الطيور تكون على حسب الأصول، يعني لازم تكون أنت تعرف شو تسوي وشون تربي الكناري. شوية رجلة صغيرة هذا، لأن ما أريد أضغط عليها وأكسرها، فعلى كيفنا ويا الموضوع لازم نكون. تمام شباب، اها وهاي دخلت الرجل وصار كل شي تمام. مثل ما تشوفون كلها صارت حلقات 2022. وتحياتي يا للجميع، اخوكم روني.